وكانت الأغنام التي يرعاها سيد الخلق ليست كغيرها من الأغنام والماشية التي يرعاها غيره، فلقد حلت بركته صلى الله عليه وسلم عليها، لدرجة أن أهل مكة كلهم تمنوا لو أن النبي رعى لهم ماشيتهم وأغنامهم. وكان طعامه صلى الله عليه وسلم منذ الفجر حتى غياب الشمس هو التمر والماء. ولشبابنا وبناتنا العبرة من النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، فلقد كان يرعى الغنم وهو في العاشرة من عمره، كرامته وعزة نفسه منعته من أن يأكل في بيت عمه أبي طالب دون أن يساعد عمه. كان يرعى الغنم، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا ورعى الغنم. ما أجمل العمامة فوق رأسك يا ابن أخي. أتعلم يا مولاي أبا طالب أن محمداً تعلم السباحة في يثرب؟ وكيف كان حاله؟ كان يسبق من هم أكبر منه سناً بضرباته القوية. أنا عائف من بني لهب، أتفرس الوجوه لأعلم ما أنتم إليه ذاهبون، فهاتوا غلمانكم. يا أبا طالب، خذ محمداً الطيب الطاهر إلى الرجل العائف. لا لا، أخاف عليه يا زوجتي الحبيبة. من ماذا يا أبا طالب؟ من ماذا؟ ردوا علي الغلام، فوالله لا يكونن له شأن.